يقول: ما علاج من ابتلي بالحسد؟ الحسد هو داء الجسد، ولا يخلو جسد من حسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسد يقولون يبدأ بصاحبه وهو أعدل ما يكون، فيبدأ بصاحبه. قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال الله: حسدا من عند أنفسهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أنا أذكرك بآية، وإذا استخدمتها واستعملتها سيذهب عنك هذا الداء. قال الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو نعم الآية للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. سل الله الذي أعطاه سيعطيك، لكن أن تسعى، أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، تتمنى زوال النعمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تحاسدوا. وربما حاول الحاسد أن يقضي على المحسود فيقضي على نفسه. تأملوا في يوسف وإخوته، ماذا أراد إخوته؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أعدلهم قل لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب. أرادوا إخفاءه وإغراقه، والله أراد رفعته. نعم ألقوا، فلما ألقوا في غيابة الجب يسر الله بعض المسافرين، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال: يا بشرى أخرجه من البئر. إخوته أرادوا أن يضعوه وأن يتخلصوا منه، ورب العالمين أراد له الرفعة. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هذا الذي حسدوه مدوا أيديهم إليه وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. أرادوا القضاء عليه وأرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم، لكن كانت العاقبة له. ولهذا من عصى الله فيك فلا تعص الله فيه، أطع الله فيه وأبشر بالخير، والعاقبة للتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في السجن عنده إحسان، إنا نراك من المحسنين. وهكذا في أمور كثيرة تحلى بالإحسان. ولهذا إذا حسدت فلا تحسد، إذا ظلمت فلا تظلم. وكان النبي من صفاته التي زبرت في كتب الأولين أنه لا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.
يوسف قال لأخوته وقد فعلوا ما فعلوا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب، لا تعنيف، لا تعنيف. فالحسد هو يقضي على صاحبه، الحاسد يعترض على الله ويريد أن يتحكم في أرزاق الله. اعطي فلانا ولا تعطي فلان، ما هو إليك. نعم، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وأنا أنصحك أن تقرأ ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد.